سلام ومرحبا بكم، نتمنى تكونوا كامل بخير. اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد، جبت لكم فيه وصفة صينية الباذنجان باللحم المفروم اللي نحضروها في الفرن، وهي وصفة كفكرة كطبق ثاني في شهر رمضان لترافقوه مع الشربة والبوراك، وتقدروا ثاني تحضروه في الأيام العادية وترافقوه بالأرز. يجي بزاف بنين وطريقته سهلة في التحضير، خليكم فقط مع لا فيديو طريقة التحضير حتى الأخير. بالنسبة للمقادير، راح نستعمل جوج حبات كبار باذنجان. كمية الباذنجان راح تقعد على حساب الصينية اللي راح تستعمل راح تطيبوا فيها هاد الباذنجان ديالكم. راح نستعمل تاني 400 غرام من اللحم المفروم. كمية اللحم المفروم راح تبقى ليكم اختيارية، اللي كنت درت له التتبيلة ديالو هي بصل وثوم ومعدنوس ملح وفلفل الكحل. راح نحتاجو تاني حبة كبيرة طماطم مفرومة ونص حبة بصل مفروم، زوج ملاعق من لاشابلوغ اللي راح نستعملوها للحم المفروم. بالنسبة للتوابل عندنا كمية من الكمون، فلفل الحار والملح حسب الذوق. راح نبداو اولا بتقطيع الباذنجان. راح نحيو له القشور ديالو غير من الجهتين، الجهة العلوية والسفلى، وراح نقطعوه بشكل طولي ورقيق، يكون بزاف رقيق. وحتى اذا قطعتوه يعني قطع صغيرة خلوهم وقلوهم، وبعد راح نوري لكم الطريقة اللي راح تلفوا بها هذوك القطع الصغيرة من الباذنجان. هذا هو السمك الباذنجان اللي انا نحوسه عليه، يكون رقيق بهذا الشكل. بعد ما قطعت كامل الباذنجان راح نجيب صينيه ولا صحن، راح نفرش فوقه ورق المطبخ بهذه الطريقه، وراح نحط كامل الباذنجان اللي كنت قطعته، ثم نرش عليه الملح باش نتخلصوا من الماء اللي موجود في الباذنجان، وكي نقلوه ما يمتصناش كمية كبيرة من الزيت. الآن راح نبداو بتحضير الصلصة الحمراء. راح نحطو زوج ملاعق كبار من الزيت في المقلاة، راح نضيفو لها البصل، نخلو البصل حتى يذبل معنا ويطيب، من بعد نضيفو له الطماطم المفرومه ونزيدو له الطماطم المصبره. نسيت ما قلتها لكمش في المقادير، نضيفو له الطماطم المصبره والتوابل اللي سبقنا وذكرناها، نخليوهم يطيبوا كامل حتى نتحصلوا على صلصه شويه تكون ثقيله، الصلصه الحمراء، ومن بعد نطفيو عليها ونخليوها جانبا. كما راكم تشوفوا الباذنجان ديالنا بعد ما حطينا له الملح وخليناه مده زمنيه، راكم تشوفوا طلق كامل الماء ديالو. دوكا واش راح نديروا له؟ راح نشفوه بورق المطبخ باش نتخلصوا من هذاك الماء قبل ما نقليوه.
انا حنحط الزيت في المقلاه، ما كثروش بزاف الزيت، ونحطو كامل الحبات الباذنجان ديالنا، ونوجدو من جهه الاخرى طبسي فوقو ورق المطبخ ثاني باش كي نقليو يتكمل يتقلى الباذنجان، نحطوه مباشره فوق ورق المطبخ باش يمتص هذاك الزيت ديالو. وبالنسبه للقلي يعني ما تحمروش بزاف باش ما يبسلكمش، ومن بعد كي تجو راح تدوروه راح يتكسر لكم. يعني كي طيب كي يولي طري خلاص نحوه من المقلاه. هذه هي الكميه اللي تحصلت عليها. هنا ننتقل للمرحله الاخيره واللي هي اللحم المفروم. كما قلت لكم انا درت له تتبيلته من قبل، راح نضيف له فقط زوج ملاعق من لاشابلوغ، ملعقه كبيره من لاشابلوغ، راح نخلطه كامل، ومن بعد راح نشكله بشكل طولي. الحجم راح يبقى لكم تحبوا حجم كبير ولا صغير. ومن بعد راح نشكله في الباذنجان اللي كنا قليناه. هذه هي صينية الفرن اللي راح نستعملها، ماهيش كبيرة بزاف على حساب كمية الباذنجان اللي عندي. بالنسبة لطريقة لف الباذنجان راح نحكمو هكا باذنجان واحد، راح نحطو فوقو اللحم المفروم بهذا الشكل، من بعد راح نلفوه بهذه الطريقة حتى نتحصلوا على هذا الشكل، ونحطوه مباشرة في الصينية. راح نحطو واحدة قدام واحدة، يكونوا متلاصقين باش ما يتفتحش معنا في الطياب. راح نكمل كامل الباذنجان اللي عندي. كما سبق وقلت لكم بالنسبة لهاد قطع الباذنجان اللي قطعناهم صغار، يعني تقطعونا صغار، ما راحش راح نستعملوهم بهذه الطريقه. نحطو واحده فوق واحده، وراح نحطو قطعه اللحم المفروم ونلفو بهذه الطريقه. بعد ما كملت كامل الكميه اللي عندي ولفيتها نتاع الباذنجان بهذه الطريقه في صينيه الفرن، المرحله الاخيره راح نضيف فوق هذا الباذنجان صلصه الطماطم اللي كنت حضرتها من قبل. راح نغطيو كامل الباذنجان من فوق بصلصه الطماطم وندخلوه مباشره للفرن. الباذنجان ديالنا راح يكون مغطي بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا الصلصة الحمراء. قبل ما ندخلوه للفرن راح نغطيوه بورق المطبخ ونزيدو له من فوق ورق الألمنيوم. انا الصراحة ما عنديش ورق ألمنيوم فاكتفيت فقط بورق المطبخ. بالنسبة لمدة الطهي ديالو يعني ماحش ياخد لنا وقت طويل، لانه كما تعرفوا باللي اللحم المفروم راح يطيب بسرعة، والباذنجان ديجا راهو طايب معنا، فممكن 15 دقيقة إلى 25 دقيقة يعني حتى يتشرب كامل هذيك لاصوص ديالو، ومن بعد تقدري تخرجيه من الفرن. فراح نتحصلوا على هذا الشكل كما راكم تشوفوا، يجي هايل وبزاف بنين ويتشرب كامل هذيك لاصوص ديالو. من فوق في الاخير نقدروا نزينوه بالمعدنوس، ولا تقدري ثاني تحطي له فرماج غابي يعني الجبن المفروم. هذه هي الوصفة نتاع اليوم، طبق الباذنجان باللحم المفروم في الفرن. ان شاء الله الوصفة تكون عجبتكم وتجربوها وتفرحوا بها عائلتكم. ونحبيت نرحب بكامل المشتركات الجدد، نقول لكم مرحبا بكم التحقتوا بنا في القناة، ومع ليا غنقول لكم تهلاو في رواحكم، صحة فطوركم، والى فيديوهات ووصفات اخرى ان شاء الله.